يا ناس يلي ما تتسامحوش بيناتكم، يا ناس يلي رانا نكفروا في بعضانا ونبدعوا في بعضانا وحبينا نخرجوا بعضانا من الملة. شوفوا ربي سبحانه اللي رانا نعبدوا فيه كيف يتعامل مع خلقه. يا إخواننا، نعبدوا في إله عظيم، في إله رحيم، الله الرحيم. أنا نستغرب من أمة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهي قانطة. كاين اللي مجتهد في المعاصي، من اللي ينوض الصباح هو يلقط في المعاصي. رغم ذلك واش قال ربي سبحانه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا يوم تقنطوش. علاش دائما نقول لكم العلم بالله والعلم بالأسماء والصفات لما تعبد الرحيم؟ علاش احنا لما نبدأ الصلاة نقول الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم؟ هيا باش نشرحها لك ببساطة. انت ايها التائب، وقع لازم نتوب، كلنا تائبون عائدون. انظر للكرة الأرضية هذه شحرة فيها من الناس اللي راهم يحاربوا الله عز وجل ليلة نهار، يحاربوا في ربي سبحانه، هم يحاربونه ويكفرون ويسبون ويشتمون ويكفرون، وهو يرزقهم بالمطر ويرزقهم بالخير ويرزقهم بالصحة. هذاك السفل، هذاك الصوت اللي راك تسببيه، ماشي لازم لك قوة باش تهدر، هذاك اللي هو اللي راه يخرج وراك تسب فيه في الذات الإلهية، هذيك نعمة من نعم الله. فخير الله إلى الخلق نازل وشر الخلق إلى الله صاعد. ولهذا الله صبور على الخلق، احنا ما نصبروش على بعضنا. اذكرنا في الخطبة اللي فاتت اللي حضر معانا اصحاب الاخدود داروا الاخاديد، جمع اخدود، حفرة مستطيلة عميقة، ورموا فيها من كانوا على شريعة عيسى، مؤمنين موحدين كانوا اتباع عيسى عليه السلام، ورموهم في النار. واش قال ربي في شأنهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. واش معنى فتنوا؟ أي رموهم في النار، فتنت الحديد إذا أدخلته في النار. فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تحكم ورمي في النار، أحكم ورمي في النار قدام ربي وعباده. واش قال ربي في شأنهم؟ ثم لم يتوبوا. ثم حرف عطف يفيد التعقيب مع التراخي، يعني عندهم وقت، أعطاه لهم الوقت. شكون اللي يدير لك أكثر من هكذا؟ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بصح لو كان يتوبوا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو فعال لما يريد، ولكنه غفور ودود يتودد إلى خلقه. شوفوا ربي سبحانه اللي رانا نعبدوا فيه كيف يتعامل مع خلقه. سماهم منافقين بصح قال ويعذب المنافقين إن شاء. فيها الأمل ولا لا؟ فيها أمل، يفتح الأمل. إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ناس قالوا باللي الله ثالث، وقالوا باللي المسيح هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. شوفوا ربي واش قال، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وعلى ربي هذو عندهم توبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. شحال مليح لما تقرأ السياقات القرآنية، وين جاي غفور رحيم؟ جاي نهار اللي تكلم عن الناس اللي قالوا أن الله ثالث ثلاث،
فكأن الله سبحانه وتعالى والمثل الأعلى له. شفت انت نالي تقول لصاحبك تقول له هذه عليا خليها عليا، رب العالمين يقول لك عليا توب برك، ثم تاب عليهم ليتوب. ما كاش مشكل يا عبد الله، انت توب برك، توبة هذه توبتك عليا أنا. وفي الآية يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. الله أكبر. عاود درجع برك، بصح رد بالك تكون من الفريق الآخر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، جماعة تاع التسويف سوف ومن بعد ما زالوا ها؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نهار لما كوالو علاه ماشي ضركة مدامك صحيح، مدام تقدر تدير الحاجات وتبدل الشر هذاك تبدله خير. وهو الذي يقبل التوبة، شوف هذه الآية ما أعظم هذه الآية يا إخواننا. وهو الذي سبحانه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أيها الإخوة، هنيئا لنا هذا الدين وهذا القرآن، ثم رحمة الله عز وجل الواسعة اللي ما تخلي حتى واحد يقنط. ما تقنطش يا أخي الإسلام أبدا، الدين اللي بدل لك السيئات حسنات تخليه وتروح لواحد آخر، الدين اللي وعدك باللي ورحمتي وسعت كل شيء تروح تلوح روحك من قنطرة، تروح للمخدرات أيها الشاب، قال والله غير الهموم بزاف، كاين هم واحد، هم الآخرة. الدنيا هذه عقبها، البس بليغة، البس بنتوفة، البس صباط، ما تلبش قاع، امشي بالحفا، تمشي كل عجائن، كل شوية خبز، شوية تمر، سيد الخلق لو كان حب كان يأكل دايما المشوي، لكن تمر به الليالي فلا يجد ماذا إلا التمر، كاين وين ما كاش، ويقول نعم الإدام الخل، هذا سيد الخلق يا عباد الله. لازم الإنسان ينفض روحه ويفهم القرآن الكريم باللي ما راش حبك تبقى غارق في هذه الأمور. فأسأل الله سبحانه جل وعلا أن يردنا إلى فهم ديننا ردا جميلا، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.